هرجي بالفكر قبل لا اقوله تفنى رجال وذكرها حيما مات. هذا ابو تيسير بيت الفخر ما كل يمنى تطوله، تسلم يمين اللي على الطيب رباك، حتى بطبعك صرت تسوي قبيله، كنز الرجال ولا كنوز الصناديق. المال يفنى، المال يفنى والنشامة تجيبه، رعاك ربي يا محمد من عيون المخاليك، والله يصيب اللي يودلك مصيبة. بيا شموخ غارسه شايب غرس، ومهما يجور الوقت ما لان راسي، ابوي علمني وانا حافظ الدرس، ما خالف سلم جدي وساسي، انا حمست العز في داخلي حمس، وهيلت فنجانه فوق راسي. انت الذي يا محمد يرمي بك الظن ويصيب، ولا الردي ماله على الظن طاقة، ساسك عريب وراسك اطيب من الطيب، وابوك يرخي للثقيله شقاقه، والبل يوم اكفت ما تجيب المناديب، وحنا على ما قيل ربع ورفاقه. رز الوعد يا محمد يا صاحب العرف، رزه وانا خويك في نهار الطلايب، وانضاقت خذ قلبي فضاك وتنزه، نوخن بقلبي معضلات الركايب، ومثلك يا محمد يوم ضاق يبشر بعزه، نجيك بما يرضيك لو هي غصايب. قل لي وش المطلوب يا ابن الحويطات يا محمد، قل لي وش الصعبات وانا اجملها. سلامتكم.